21 ترحيبنا بكل الحاضرين وحيث نتمنى التوفيق والسداد والنجاح هنالك في ختام هذا اليوم في نهاية هذه البطولة. والجريهاوند مسافة الألف متر هنالك بهذه اللحظات مع هذه الأسماء وعلى البداية مباشرة المقدمة والصدارة يا بوي هنالك هارفي ناصر بن حميد بن راشد بن دلموك بالمركز الأول. المركز الثاني اقتحام الشيخ محمد بن المر المكتوم. الله يا اقتحام على المركز الأول. المركز الثاني هنالك أيضا بيلي ناصر بن دلموك ولكن اقتحام الشيخ محمد بن المر المكتوم بالمركز الأول. المركز الثاني هنالك هيرفي أو بيلي ناصر بن عبيد بن دلموك وثالثا هنالك أيضا من يحمل الرقم واحد هنالك مع ناصر بن عبيد بن دلموك. بالفعل رفعت راية الانطلاق مع الشوط الإناث ومع هذه السرعة وبطولة السلق احد بطولات فزاعة وبتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى هنالك دانا ناصر بن عبيد بن دلموك الاتبي بينما التغيرات. الله هنالك شيبة غيرت بهذه اللحظات الى المقدمة مباشرة ناصر بن عبيد بن دلموك. المركز الثاني هنالك الصوابيبي على المركز الثاني وثالثا هنالك اوفيل ناصر بن عبيد بن راشد بن دلموك لك التهاني ولك السلامات بالمراكز الاثنين الاوليين بالمراكز الثلاثة هنالك الاول والثاني والثالث. بالفعل كان من نصيب ناصر بن عبيد بن راشد.